وصل نفس الجواب موقع من محامي اللاعب، وعلى مين الاتحاد بقى اللي ارسل له الجواب في نفس المحتوى تقريبا ونفس الطلبات ونفس العبارات اللي فيها يعني شكل من اشكال التجاوز او يعني محدش يقتله. طبعا كل الجوابات دي موجوده وموجوده في الاتحاد، لكن احيانا في امور ما تحبش تعلنها للراي العام حفاظا حتى على ابن من ابناء الاتحاد، وحفاظا ان انت الناس تحس او تزعل او ممكن يكون ناس كتير جدا توجه نقد للاتحاد، لكن في الاخر انت حريص جدا على شكل محمد صلاح وعلى اهتمامك انه يكون بيأدي بنفس الشكل والدور سواء لناديه او للمنتخب. يوم 23 تعرفين ان احنا حصل تعاقد مع المدير الفني، كان في مخطط، كان المدير الفني مستر خفير اجري اعلن 13 اسم المحترف، تم مراسله الانديه الخاصه بهم كلهم من ضمنهم طبعا نادي ليفربول. فورا بعد يمكن دقائق رد على طول مسؤول النادي ليفربول ان شكرا وويل ريسيف، يعني نتلقى المكاتبه وانه هينقلها وهيحولها على طول للمسؤولين. بعدها في نفس اليوم بفتره مش كبيره تلقى الاتحاد ميل برضه موجود هنا صورته من نادي ليفربول، بس بيسال عن ترتيبات واجراءات السفر والانتقال لمحمد، لان في الاخر الاتحاد تعامل مع الموضوع ان ممكن يكون المفردات او الكلام اللي اتقال طبعا واحنا عارفينه خارج على لسان المحامي اللاعب. يوم 23 بعد ما ليفربول رد علينا وقال ترتيبات السفر الامور كانت ماشيه بشكل طبيعي، ثم تلقى الاتحاد يوم 26 الصباح جواب من وكيل اللاعب بيقول والله انتوا المفروض ان انت لما تبعت للاعب تبعته 15 يوم قبل بدايه الويندو قبل بدايه الفيفا ديت، ال 15 يوم ده كان يبقى المفروض ان يوم 19 انت بعت يوم 23، اللاعب كده مش مضطر ان هو يجي واحنا خاطبنا النادي. الحقيقه كان جواب غريب جدا بالنسبه لنا، لان المفروض ان دايما لما بتبعت في التربصات زي ما بيقولوا الدوليه سواء منك او من النادي دايما التعامل بيكون ما بين الاتحاد والنادي.